ورح ننتقل لمساحة جديدة ضمن صباحنا لليوم، ونحكي اليوم عن الليزر اللي صار هو كتير مشاع بهي الفترة، وصارت الصبايا تلجأ له لعلاج الشعر الزائد، وخاصة بفصل الشتاء بحبوا هيك يكونوا يفوتوا على صيف، يكونوا هيك مجهزين أمورهم، مجهزين حياتهم، ولكن دائما صار الليزر عم ياخذ شيء إيجابي كتير بحياتنا، إن كان مو بس بالشعر الزائد، بقصص كتير بحياتنا، ولكن اليوم رح نخص موضوع الشعر الزائد. صحيح رشا، ويمكن هي تقنية من التقنيات اللي كتير لها إيجابيات أقل من السلبيات، وخصوصا صلنا فترة عم نسمع عنها وعم نشوفه صارت مجربة، يعني صار في مثل ما بيقولوا في قياس، يعني فيك تقولي قديش في ناس استفادت منها وفي ناس ما استفادت منها. ولكن بالعموم هي التقنية ليش الناس بتفضل تعملها بالشتاء خصوصا، وهل فعلا هي أفضل؟ يعني بالصيف ما فينا نعمل ليزر؟ غيرها من الأسئلة وبعض النصائح عن هذا الموضوع رح نحكي فيهم أكيد مع ضيفتنا بالاستوديو الدكتورة هلا الحوش، واللي هي الاختصاصية بالتجميل وأيضا بالبشرة. صباح الخير دكتورة. صباح الخير. كل عام وانتي بخير رشا وسلمى، وكل عام وانتم بخير، وكل عام وانتم بخير لكل اللي عم بيشوفونا، وإن شاء الله هلا سنة جديدة تكون مليئة بالصحة أهم شيء، وراحة البال والسعادة والنجاحات إن شاء الله. اليوم أمنياتنا واحدة دكتورة إن شاء الله، خالية من الهموم والأوجاع النفسية والجسدية. آمين يا رب إن شاء الله. دكتورة خلينا نبلش قبل ما نروح لتقنية الليزر، نشوف صبايا كتير عندهم مشكلة الشعر الزائد طبعًا. صبية غير صبية طبعًا. إذا هيك حبينا نضوي بشكل سريع باختصاصك عن سبب هذا الزيادة عن صبية إيه وصبية لا، منلاقي كتير هاي الحالات. هلا الشعرانيه الزايده خلينا نقول او اللي بتكون منها طبيعيه، هي لما بيظهر الشعر باماكن عاده عند النساء ما بيظهر فيها، بتكون مثلا ممكن انه انت تشوفيها طبيعي عند الذكور بس ما انها طبيعيه عند النساء، مثلا مثل منطقه الدقن، منطقه الصدر، خط السره اللي على البطن، هون بقى مثلا انت ممكن انك تشوفي شعر تخين اسود سميك، ما لازم يكون موجود بالحاله الطبيعيه مثل هيك شعر، احيانا بيكون هو وراثه او شيء طبيعي او عائلي، او احيانا في بلدان كثير مثلا بحوض البحر المتوسط بتكون عندهم اياها كثير عاديه، او هي نمط طبيعي ما بنعتبر احنا مشكله مرضيه. صح. احيانا بيكون سببه مشاكل مرضيه، الاشياء عند السيدات وعند الصبايا مشكله المبيض متعدد الكيسات البي سي او، هون لما بصير في عندها الصبيه كيسات على المبيض بتبلش هالكيسات هي تفرز هرمون احنا بنسميه الاندروجين او التستوستيرون اللي هو الهرمون الذكوري اللي بيكون بجسم الانثى بتراكيز كثير قليله، هون لما يكون احنا عندنا كيسات او مشكله مرضيه بترتفع نسبته، واحد اعراضه هو الشعرانيه. طبعا هو بيعمل اعراض مختلفه متعدده، نحن للتشخيص بدنا اكثر من معيار، بس من ضمن هالاعراض هو الشعرانيه الزائده او المنه طبيعيه. احيانا بيكون عندنا ارتفاع بالبرولاكتين، احيانا بيكون سببه امراض الغده الدرقيه باشكالها، احيانا بيكون سببه امراض الكظر او غده الكظر. صحيح. يعني احيانا بيكون كمان الاسباب ادويه، بعض الأدوية اللي بيكون عم ياخدها المريض لأسباب مختلفة هي اللي بتكون سبب لظهور هذا الشعر المانو طبيعي الغير مرغوب فيه اللي هو ما بيكون عند الصبايا الطبيعيين. طيب دكتورة هلا كتير بنسمع وخصوصا بهي الفترة انه الصبية مثل ما قلتي اللي عندها مبيض متعدد الكيسات انه هي ما تقرب على الليزر لانه ما رح تستفاد منه، مزبوط هذا الحكي؟ لا مو قصة انه هي ما رح تستفيد، طبعا هي رح تستفيد ورح تلاقي نتيجة، بس بصير بقى بدها جلسات على المدى البعيد اكثر، يعني ممكن انت كشخص طبيعي هرموناتك طبيعية كم جلسة ممكن مثلا؟ وسطيا تحتاجي من 6 لـ8 جلسات، هون الصبية طبعا كل منطقة بالجسم تختلف الجلسات اللي هي بحاجتها، عندك مناطق مثل الوش نحن بنعتبرها معندة بتطول كثير، ممكن المريضة تضطر لـ10 لـ12 جلسة لتلاقي فرق، هون لما بيكون انا عندي هرمونات من الاساس مخربطة ومنا طبيعية انا بنصح المريضه اول شيء تتعالج، يعني تتعالج هرمونيا ودوائيا، بس في منهم امراض بتضل مستمره مثل ما قلتي المبيض متعدد الكيسات طويله المدى فهي بتقول انه انا يعني مثلا حابه اني اجرب هاي التقنيه لانه بتريح عن غير تقنيات، فهي ما بتقدر ابدا تستفيد منها. لا طبعا بتقدر انه تعمل، بس مثل ما قلت لك هي رح تضطر لجلسات اكثر من غيرها، بس هي الفكره انه هي رح تضطر لانه الهرمونات ما لها طبيعيه ودائما عم يكون عندها تحريض. كمان هلا بنرجع نحن نحكي بنقطه انه ازاله الاشعار ما لها دائمه، هو هذا الغلط اللي دائما بيسوقوا له سواء مراكز التجميل او الدعايات، انه بيقولوا لك انه ازاله دائمه 6 جلسات انت خلص بتخلصي، هذا الشيء علميا ما له مزبوط، ما في شيء اسمه ازاله اشعار بشكل نهائي ودائم، انت عم بتخففي عم تقتلي هالجريبات الموجوده جريبات الاشعار، عم
بتقتلي قسم كتير كبير منها، عم بتخفف في الكثافة الشعر سماكته، يعني هي ممكن مثلا انه يضل عم يطلع شعر بس الكثافة جدا بتصير كتير جدا قليلة، والشعرة بتصير كتير رقيقة، بتصير بتقلب على وبر وبصير لونها أفتح، يعني هي السيدة بترتاح على المدى البعيد. هاي معلومات اليوم كتير مهمة نحكي فيها. دائما مثل ما قلتي انه المراكز بتقلك 6 جلسات، بعض الصبايا يعني وجهونا بعض الأسئلة لإلك خلينا نحكي فيهم، بيروحوا ل6 جلسات بيتفاجئوا أنه مثلا الجلسة الثالثة أو الرابعة صار في رد فعل عكسي للجسم وصار في زيادة، يعني صار يطلع بأماكن ما كان يطلع فيها الجسم. فهون الأخصائي بيقول لك طبيعي اليوم ردة الجسم فعلا طبيعي على الليزر، ومثل ما قلتي برجع بقلك 6 جلسات انت بتبلشي بقلك لانه 12 جرعي، فنحن اليوم بحاجه ل 12 جلسه، فاليوم من خلال تواجدك اليوم دكتوره خبرينا اليوم شو الصح؟ اول شيء انواع اجهزه الليزر جدا مختلفه، انت عندك اي بي ال، عندك ديود، عندك الالكسندرايت طول موجته 755، عندك الاندياج 1064، كل نوع من هالاجهزه بيناسب بشره معينه ولازم ينشغل ببارامترز بعيارات بطاقه معينه. فاول شيء انت بدك يكون التكنيشن او الفني او الطبيب اللي عم يشتغل على الجهاز مدرب بطريقه كثير بروفيشنال لحتى يعرف انه مو كل الناس مثل بعضها بدها تحطي لها نفس العيارات نفس طول الموجه، كل جهاز بيختلف البارامترز تبعه لجهاز ثاني، يعني مو كل الاجسام نشتغل على نفس العيارات خلينا نقول. هي احيانا يعني بتكون غلط كثير شائع انه اللي عم يشتغل ما عم يشتغل بالعيارات اللي هي مضبوطه، يعني مشان هيك المريض مثلا بيلاقي حاله انه في جلسات ما بيستفيد منها. بعدين شو هو الهدف تارجت تبع الليزر؟ الهدف تبع الاشعه هو خلايا الميلانين الموجوده بجذر الشعره، هالطاقه هي او هالحراره بتدمر الميلانين سو بتموت الشعره. فانت كل ما كانت الجلده بيضة والشعرة غام أو سودا هون الاستفادة كتير أكثر. بتكون عالية، كل ما كانت الجلدة سمرة والشعرة رقيقة هون الاستفادة كمان بتكون أقل. أنت بدك تشرحي للمريض هيدا التفاصيل كلها لأنه بصير في تشتت للأشعة، بتصير بقى بتضرب الميلانين اللي موجود هو أساسا بالجلد مو بس بجريب الشعرة، كله هذا بده ينشرح وينحكى عنه. أحيانا في تأثير جانبي بيصير للليزر إذا كانت الطاقة غلط، المنطقة اللي أنت ضربتيها بصير المنطقة اللي جنبها بصير فيها مثل تأثير جانبي هو فرط شعرانية، يعني بصير بيطلع بأماكن هي من الأساس ما كان فيها شعر، هي من التأثير الحراري. فممكن يصير اختلاطات، ممكن يصير مشاكل. بعدين الاستفادة بتكون أكثر شيء للشعر اللي بيطور النمو. نحن مثلا على سطح الجلد هلأ فرضنا عندك أنت هون 100 شعرة، هدول مثلا 60 أو 70% منهم هدول بيطور النمو، الباقي الموجود هذا بيكون بطور التراجع. الليزر فقط بيفيد اللي بتكونوا بطور النمو. وعندك انت دائما الشعر في فترات وهجمات، يعني انه لحتى يهر منه ولحتى يرجع يطلع شيء جديد من الأدمة. مشان هيك المرضى احيانا بيلاقوا انه ما استفادوا، مو لانه هم ما استفادوا، مثل ما قلت لك احيانا بيكون في اكثر من سبب. يعني رده فعل عكسي الجسم انه اليوم انت ما استفدتي جلستين ثلاثه ورا بعض لانه صار لا في رده فعل. واحيانا احيانا في بعض الصبايا مثلا انه المفروض بمناطق معينه من الجسم انت تعملي جلستك على 4 اسابيع، في مناطق معينه لا 8 اسابيع، فهنا لا مثلا بيروحوا بيساووا جلسه كل شهر. ما بيصير كل شهر، ما انت اوريدي الموجود لسه بعده ما هر، هي بالعكس بتطول لترجع تهر ليرجع يطلع لك انت جريب جديد. فاحيانا بيكون في غلط يعني من التنسيق بالتنسيق او بالاجراءات. لهيك دائما بنقول انه لازم نكون حذرين بكل ارشادات بناخذها، ويفضل انه نكون عند طبيب. يعني اليوم بنعرف مراكز التجميل بتفوتي بتكوني حاجزه دور، تفوتي لعند صبيه، هي الصبيه ممكن تكون هي ما أنا خبيرة ولا طبيبة، هي بس فقط خبيرة أنه هي متعلمة تشتغل على هذا الجهاز، لهيك بنلاقي في أخطاء بين مكان ومكان، وشخص بيستفيد وشخص ما بيستفيد. اليوم كمان بعد في إرشادات اللي هي بعد أنه مثلا عدم تعرض للشمس، لهيك مثلا كنا عم نقول ليش بيفضلوا بالشتاء أكثر من بالصيف. هي أهم شيء ممكن تعمله المريضة بعد الليزر، يعني مو أهم شيء، هي الشيء يعني لازم ضروري وحتمي أنه ما تتعرض للشمس 3 أسابيع قبل الجلسة وبعد الجلسة. يعني حتى اللي بيروحوا بيعملوا سولاريوم بيغمقوا جسمهم، هدول ما لازم يروحوا يعملوا جلسة ليزر خلال فترة قريبة مثل ما حكينا، لأنه كل ما كانت الجلدة غامقة أكثر أو أخذ لون من الشمس بيصير عندهم مشاكل، تلاقيها مثلا هي معرضة للحروق أكثر، معرضة لفرط التصبغ ونقص التصبغ، يعني بيصير عندها بقع غامقة وأحيانا بيصير عندها بقع بيضة
نقص تصبغ بعد الجلسة، الحروق، فالحروق كمان ممكن أنه تترك على المدى البعيد مشاكل كتير بالجلد. أهم شيء أنه ما تتعرض للشمس قبل الجلسة وبعدها 3 أسابيع، مشان هيك نحن كتير منفضله بالشتاء أكثر من الصيف. تستخدم كريمات سواء كانت ترطيب، سواء كان أنتيبيوتيك، سواء كانت كورتيزونات خفيفة. هلأ الطبيب بيرتقي، هو بيعرف شو الجهاز اللي عم يشتغل عليه وحسب نوع البشرة. في بشرات بتحترق، في بشرات ما بتحترق، في بشرات بس أنه بعد الجلسة بس حطي مرمم أسبوع. يعني المفروض كتير المريضة تلتزم بالتعليمات. أحيانا ممكن بعد جلسة الليزر يصير عندنا تحريض للهيربس أو الحلق أو شو بيقولوا له بالعامية، تقبلت سخونة، بيحرض كتير، ممكن هيربس، ممكن يصير عندنا إنتان جرثومي يعني التهاب جريبات شعرية. يعني في اختلاطات ممكن تصير إذا ما تطبق صح والمريض ما التزم بالتعليمات يعني. وهو بنفس الوقت حل لمشاكل كتير مثل جلد الوزة، فرط التقرن، التهاب الجريبات الكاذب، الشعر اللي بيطلع تحت الجلد. ايه هو حل كتير كتير فعال وكتير آمن، وأثبت فعاليته وأمانه على مدى سنين طويلة. شو رأيك؟ خلينا بموسم مثل ما قالت الدكتورة بالشتاء يكون هذا هيك تجهيز، مو بس للشعر الزائد. يمكن هاي الفترة مثل ما قلتي دائما الحرارة بتعمل مشاكل مو بس بالشعر الزائد، إن كان بالبشرة وإن كان على الجسم بشكل عام. نتشكر حضورك اليوم دكتورة وشكرا لك. أهلا وسهلا فيك. شكرا لك دكتورة، وينعاد عليك يا رب كمان يا رب. عام جديد إن شاء الله يكون فيه كتير من الإنجازات، ونقول لك مبروك لأنك أنت ضمن حملة الملهمات هاي السنة، وأكيد أنت ملهمة لكتير من الصبايا والسيدات. شكرا لك. سلمي لي وشكرا لكم، وسعد صباحكم.